النهارده عندنا خبر مهم جدا. دكتور مصطفى مدبولي استعرض تقرير للرقابة المالية بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب. دكتورة رانيا يعقوب الخبير الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. نور يا أستاذ إيهاب، أهلا بحضرتك. دكتور رانيا، إحنا يا لطالما تحدثنا عن إنه جمهور الشهادات مختلف عن الناس اللي عندها استعداد للمخاطرة في صناديق استثمار ما تعرفهاش أو في بورصة أو هل خطوة النهاردة إن الحكومة تنشئ صندوق للاستثمار في الذهب تستطيع أن تجتذب جزءا من هؤلاء؟ خليني بس أصحح المعلومة، هي مش الحكومة اللي أنشأته، هي تم الموافقة عليه من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية. الصندوق بيعتبر أول صندوق صدر أو ابتدى في 21/5/2023. في الحقيقة الصندوق ده تعتبر خطوة كبيرة. لو حضرتك تتذكر يمكن آخر مرة، وده من فترة قريبة، كنا بنتكلم عن صناديق الاستثمار وقلنا إن المواطن اللي ما عندهش وعي الاستثمار ومش عايز يعرض نفسه لمخاطرة مفيش داعي إن هو، أو مش من الحكمة أو مش من الصواب إن هو يخوض هذا النوع من الاستثمارات. النهاردة قلنا في آليات، والدولة المصرية بتسعى جاهدة إنها توفر الأمان وفي نفس الوقت توفر الآليات المالية أو الأدوات المالية اللي تخلي المواطن يقدر يتحوط من المخاوف الاقتصادية بصورة عامة. طب اسمحيلي، هو طبعا يعني فكرة الصندوق دي هتخلي كل التعامل بتاع الذهب اللي منهم لبعضيهم ده هيبقى مقنن بشكل، برضو الحكومة أكيد هيبقى ليها رسم نسبي على التعاملات وكده، صح؟ لا لا، يعني بس خليني أقول حضرتك، هي الفكرة العامة إن الصندوق ده بتجيزه الجهات الرقابية، ولكن هو صندوق مش الحكومة هي اللي عاملاه. تمام. ولكن خليني أقول لحضرتك إن أسعار الذهب بتبقى المعلنة على شاشة البورصة، يعني إحنا يوميا بيبقى فيه سعر بيتم إعلانه على موقع البورصة المصرية عن سعر جرام الذهب عيار 24، وده اللي بيتم عليه إقفال وثائق الصندوق. عايزة أقول لحضرتك إن ده بيوفر نوع من الأمان، إلى جانب إن المواطن مش محتاج ألفات علشان يروح يشتري سبيكة ولا جنيه ولا نص جنيه ولا حاجة. لا، هو سعر الوثيقة النهاردة وصل قرب ال 15 جنيه، هي كانت أول ما تم إصدارها صدرت ب 10 جنيه، فحضرتك في أقل من 8 شهور النهاردة العائد على الاستثمار في وثائق صندوق الذهب بيتعدى ال 50%، وإحنا لسه ما كملناش السنة. طب وهو والعائد ده بياخده المودع وقت ما يبيع ولا إيه بالظبط؟ بالظبط، هو سعر وثيقة، اشترى وثيقة ب 10 جنيه، لما يجي يبيعها يبيعها حسب سعر اليوم، إغلاق اليوم 15 جنيه هيبيعها ب 15 جنيه، طبعًا بيبقى فيه بعض المصاريف الإدارية اللي بيتم خصمها ودي بيتم شرحها للعميل، ولكن بصورة عامة العائد على الاستثمار في الذهب هو ده اللي إحنا كنا بنتكلم عليه، إن ده الملاذ الآمن وإن ده اللي بيجذب الفترة دي. إزاي نستثمر في الذهب؟ في ناس متخوفه، في ناس مش عارفه، في ناس ما عندهاش السيوله الكبيره. طب هل في حد ادنى يا فندم لشراء عدد من الوثائق؟ لا، ما فيش اي حد ادنى. يعني ممكن واحد يروح يشتري خمس ست وثائق ب 100 جنيه مثلا؟ ممكن يا فندم ب 100 جنيه يشتري وثائق، وممكن الموظف، وممكن الـ 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 الشاب اللي بيحوش. زمان لو كنت تفتكر حضرتك دفتر البريد اللي كانوا اهالينا بيفتحوا له احنا صغيرين. انا بقول لحضرتك ان انا بشوف دلوقتي اسر كتيره بتشجع الاولاد ان هم بييجوا وبيشتروا الوثائق دي عن طريق شركات السمسره اللي عندها ترخيص شراء هذه الوثائق، وبيقعدوا يشرحوا لاولادهم ليه هنشتري الوثيقه دي وهنستثمر فيها على المدى الطويل، وببقى فخوره جدا ان في اسر بقى عندها هذا النوع من الوعي. طب يا فندم اسمحيلي، يعني دلوقتي اللي بيتفرج علينا وعايز يشتري او يستثمر في صندوق استثمار الذهب يدور على شركة سمسارة ويفاضل ما بينهم ازاي؟ يعني برضو دي متاهة شوية. اي عمولات؟ خليني اقول لحضرتك على حاجة، الميزة في هذا النوع من الوثائق ان مفيش اي عمولات بتاخدها شركات، العميل بيشتري بسعر الوثيقة المعلن من الصندوق ومش بيتحمل اي عمولات على هذا السعر. طب الصندوق ليه مش عامل مثلا حسابات في البنوك بحيث اللي عنده ابلكيشن بنك كذا يبقى اشترى؟ هو في الحقيقه دي عمليه الشراء والبيع بتنظمها الجهات الرقابيه. الصندوق في شركات عندها
رخصة تلقي طلبات شراء وبيع الشراء واسترداد الوثائق. وعن طريق هذه الشركات احنا المنوطين ان احنا نعمل عملية او احنا الوسيط ما بين العميل وما بين الصندوق. وفي نفس الوقت لما يجي يبيع برضو نفس القصة عن طريق الشركة، والموضوع بيبقى بسيط، ممكن يبقى عن طريق الابليكيشن بتاع شركة السمسرة، ممكن يبقى عن طريق التسجيل الهاتفي، ممكن العميل يجي بنفسه. العملية سهلة جدا 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 على المواطن، البيانات كلها اللي محتاجها المواطن موجودة على الانترنت وموجودة على موقع الهيئة، مين هم الشركات اللي معهم ترخيص التعامل على هذه الرخصة، العميل يقدر يختار منهم يشوف الأقرب لمكان سكنه، الأمر معلن وسعر الوثيقة بيتم إعلانه على مواقع الشركات وعلى موقع الصندوق الإلكتروني. طب هل ده في رأي حضرتك، آخر سؤال، هل ده هينظم شوية سوق الذهب في مصر عشان ما يبقاش فيه برضو فكرة السوق الرسمي والسوق الموازي؟ بص، هو ده أول صندوق، لكن لسه إحنا محتاجين أكتر من صندوق يتم إصداره، لأن إحنا ما شاء الله مصر قاعدة سكانية كبيرة، مازال برضو عدد الناس اللي عندهم هذا الوعي قليل. فالفكرة العامة النهاردة عشان نقول إن صناديق الذهب أو الاستثمار في الذهب هتنظم سوق الذهب، لازم تجتذب شريحة من الطلب. فالأمر محتاج إن الإعلام بيهتم، الأمر محتاج تسويق لهذا الأمر، لأن في الحقيقة المواطن المصري، وعايز أقول لحضرتك إن المواطنين اللي إحنا شفناهم بيتعاملوا معانا في هذه الوثائق كان عندهم استعداد وفكرة إن أنا هحوش وفكرة لا لا أنا مش هبيع لما الذهب يطلع، الذهب معروف إن هو هيقعد، أنا هستثمر فيه 3-4 سنين يقعد يطلع. لأن بص عالميا يا فندم، لما نشوف خريطة تحركات أسعار الذهب عالميا هنلاقيها على مدار 20 سنة الذهب بيطلع. يعني معنى كده يا دكتور إن كمان هذه الشركات بتعطي نصيحة أو استشارة إلى جانب إنها بتنفذ أوامر الشراء والبيع. طبعا بندي النصيحة وبنشرح وبنعمل سيمينارز وبنعمل بوستات وبنبعت للناس وبنشرح بالتفاصيل ازاي نستثمر في الذهب وازاي تقلل مخاطرتك. ولو حضرتك تتذكر واحنا بنتكلم، رغم ان احنا كشركات سمسرة، انا دايما كنت بقول لحضرتك انا ما بشجعش العميل اللي عايز يروح بطوله وهو ما عندوش اي وعي ان هو يستثمر في البورصة، ان هو يستثمر في، لا، دور على صندوق استثمر فيه. ليه؟ لان انا في الاول وفي الاخر يهمنا ان في الاخر المستثمر ده يستفيد، البورصه هتستفيد. ايوه، لا بس بتقولي له ليه ما تروحش البورصه، ما عندكش خبره مفهومه، لكن ليه بتقولي له صندوق؟ يعني هل ده اكثر امنا؟ هل ده مستدام؟ يعني مثلا العميل اللي عايز يتعامل في البورصه، انا بنصح العميل اللي ما عندوش الوعي واللي ما عندوش استعداد ان هو يفهم يعني ايه بورصه، بس نفسه يسمع ان البورصه بتطلع، الصناديق اللي بتتعامل في البورصه بيديرها مين؟ مدير صندوق متخصص وعنده معايير للشراء ومعايير للبيع، بيشتغل في اسهم قويه ماليا. طب اسمحي لي يا دكتور، يعني قبل اصدار هذا الصندوق كانت الناس بتشتري ذهب منين؟ من السياغ نفسهم؟ بالطبع عادي، الشراء الفيزيكال الطبيعي لاي حد بيروح يشتري السبيكه. طب ايه الفرق بقى؟ ايه اللي يخليني اقول له لا تعالى الصندوق ما تروحش للسايغ؟ اولا تذبذبات وتحركات الاسعار السريعه جدا في سوق الذهب اللي ممكن يقع فيها العميل والمصنعيه. ثانيا فكره الامان، ان انا النهارده اشتري ذهب واامنه في بيتي واحافظ عليه. ثالثا، لا ثانيا مش فاهم، ثانيا يعني ايه امنه في بيتي؟ يعني اشتري وثيقه تضمن لي ان انا عندي جزء من الذهب احسن ما اشتري حته ذهب تتسرق، تقصدي كده؟ بالظبط يا فندم، انت عندك فلوسك، انت في الاول وفي الاخر انت بتشتري الذهب ليه؟ عشان انت عايز تستثمر في الذهب. تمام. فانا بدل ما تشتري ذهب وتحطه في بيتك عشان تجيبه تتفرج عليه، الفكره لازم نغير ثقافتنا، فكره اقتناء الحاجه في ايديا. انا بقى النهارده شاري وثيقه صندوق واخد فلوسي بيشتري بيها ذهب. طب هل يا فندم، هل اللي كانوا بيقولوا ان السنه اللي فاتت الذهب حقق ارباح 100% وحضرتك بتقولي دلوقتي 8 شهور 50%، يعني هل دي هتبقى اقل شويه الارباح من عند السياغ اللي عندنا؟ لا طبعا. الصندوق ده ابتدى، يعني احنا بنقول ان الذهب في 2023 منذ بدايه 2023 حتى نهايه 2023 صعد ما يقترب في مصر من 97%. هذا الصندوق ابتدى يوم 21/5 2023، النهارده محقق تقريبا 51% على الاستثمار.
فبالتالي هتلاقي ان معني لما الصندوق ده يكتمل السنه واذا استمر الذهب في عمليه صعود وده المتوقع من المتوقع ان ده هينعكس على سعر الوثيقه ممكن نلاقيه داخل في معدلات اللي هي زي الذهب العادي يعني ممكن واحد حط 1000 جنيه يلاقيهم بقوا 2000 2000 حسب بقى على حسب طبعا بالظبط بالظبط كده فيعني مش هنقدر نوعد حد بعائد. بشكر سعادتك جدا دكتور رانيا عقوب الخبير الاقتصادي. انا اعتقد دي نقله كبيره، موافقه الحكومه وتصريحات رئيس الوزراء اللي اكد ان صناديق الاستثمار في المعادن واللي منها او يكاد يكون من اهمها الذهب جايه في ضوء رغبه في توفير فرص استثماريه وادخاريه تلبي احتياج مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الاسعار. وده اللي كانت بتقوله دكتوره رانيا عقوب لما يبقى مني للسائخ كده ويقول لي اصله نزل، اصله نزل دي مين بقى اللي قالها؟ ومين اللي بناء عليه لما اجي ابيعه يقول لي لا هو ما يتباعش الا بكذا؟ غير بقى لما يكون في صندوق رسمي وبيعلن الارقام على الانترنت وعلى صفحته، يبقى انا اروح ابيع عارف ابيع بكام، هشتري عارف هشتري بكام. كمان اخر ملاحظه هقولها لكم، قالها رئيس الوزراء انه المواطن يستطيع ان يشارك في استثمار منظم وامن. طبعا ده يعني موضوع واضح جدا.